حبيت أنه نتكلم لكم اليوم على واحد تجربة اللي عشتها من شهر 5 حنا دابا في شهر 10 واللي عطات بزاف نتائج إيجابية. هي تجربة ديال المواعيد ديال المرضى في العوان، تكون الناس عندها مشاكل وتشوف الطبيب أقرب وقت وكتلقى بأنه الميعاد بعيد بزاف، وبحضرات تكون المشكل ماشي مشكل ديال المواعيد ولكن تكون مشكل ديال التواصل ما بين المريض وما بين العيادة ديالو. هذا تشكلنا مشكل، خصوصا انه عندنا تنشكاو بزاف المشكل ديال الهاتف، الهاتف الكوري الانسان تاعيط ولو كان عندك جوج او ثلاثه ديال الخيوط ديال الهاتف 3 2 3 لين، كنخطط واحد المشكل ديال لونكومبرومون، تكون كثير بزاف الضغط على الهاتف وتكون فترات الكتابات ما تعرفوش فين تبرزهم. يبين الحمد لله كاين واحد التقدم كبير بطريقه ديال وسائل التواصل مثلا على الانترنت، واكتشف وكنت فرحان بزاف لانه اكتشف واحد الطريقه جديده اقترحوا عليها الاخوان اللي هي ماد. نفعتني بزاف. علاش نفعتني بزاف؟ لانه قدرت نجاوب مع المرضى وقدرت نعطيهم موعد في اقرب وقت ممكن. يعني بعض الفترات كنقدر نعطي الموعد في قسم المكانه، فترات كنقدر نعطيه في ساعتين على حسب الخط ديال الانترنت واش موجود ولا ما موجود. ولكن على العموم لي جون الناس حبدوا هذه المساله، ها هو عجبتهم، كاين ساتيسفاكسيون دو مانيير جينيرال، لا من ناحيه الناس اللي كيضبطوا المواعيد ولا من ناحيه انا، لانه كنضبطوا المواعيد ديالنا بطريقه عقلانيه وتنقدروا نشوفوا الناس وما بقاش الناس عندهم ذاك المشكل ديال الشكوى انه المواعيد بعيده بزاف. وهذا راه تيشكل مشكل كبير في العالم كله ماشي غير في المغرب. ولكن هاد الطريقه ديال هاد ماد، هاد ليكيب، الفريق ديال ماد نفعني انا ونفع الناس بزاف ونفع المواطن العموم. لانه المواطن حيت يقدر يتواصل مع الطبيب بدون بلا ما يتصل بالهاتف ولكن بالانترنت، وتيقدر يقبض المواعيد ديالو في فتره وزيجه. يعني حلينا المشاكل، حتى انا تنحل المشاكل، هذا بدايه ديال الحل ديال المشاكل الحمد لله. وانا زعما اكيد بدون اشهار انا اكيد بانه هاد الميد انا كننصح بزاف الاخوان ديالنا في العينين ولا في اختصاصات اخرى يديروا هاد لابونمون مع هاد الميد. راه ماشي دعايه تجاريه هادي، ولكن راه دعايه انسانيه، لانه راه المريض غادي يلقى تجاوب كبير مع الطبيب، وهذا ماشي تشكون من المرض لانه ما كاينش تجاوب، بيلقى بانه الطبيب تيعطي الموعد فاصون انستانتاني كلكوزور، بعض الساعات اكثر بعض الساعات لانه على حسب الانترنت موجود ولا ما موجودش. وتتقدر انه المريض عنده واحد الراحه لانه تيقول جاوبني الطبيب وشافني في الوقت وشافني في الدقيقه اخرى. ولانه الهدف شنو هو؟ كله الهدف هو انه المريض يزور الطبيب، وديك هذاك الفحص كيعطي واحد طمأنينة للمريض وكينفعو وكيقدر يحيد ليه بزاف ديال المشاكل اللي يمكن يكونوا عواقب خايبة، ما تيبقاش لي كومبليكاسيون. انا جربتها مدة ديال 5 شهور وعندي ما يمكنش نتخلى عليها لانه عطاتني نتائج كبيرة بزاف. ما بقيتش كنعول بزاف على الهاتف، مواعيد الهاتف، ولو انه مازال تنستعملوهم لانه تنجاوبو سيغ بلاص المرضى وتيلقاو المواعيد موجود وعندهم الاختيار في المواعيد ديالهم، تيختاروا المواعيد ديالهم اللي بغاو، وما بقاش كيجيو للعياده ويتراكموا ويجوا مع الصباح ويبقاو يتسناو حتى العشيه باش يدوزوا. لا، الناس اللي بغا يكون تعوان عندهم مشاكلهم حتى هما، خصو يقضوا مشاكلهم، عنده المواعيد في 10 خصو يجي مع 10 في القسم تيدوز مع 10، عنده المواعيد مع 3:30 يجي مع 3:15 او 3:25 يدوز مع 3:30. هذا المشكل ديال المواعيد تحل الحمد لله بالمعز.